السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا عايز اسال على حكم الشقق الاسكان لو انا دخلت فيها لحد دفع المقدم وفاضل عليا الذهاب الى البنك لاتمام العقد. أنت دفعت المقدم دفعت المقدم كامل وسيضيع سيضيع ربوي مع البنك، سيضيع عليك المقدم؟ لن يضيع يا شيخ، لن يضيع. إذن خذ مقدمك وابتعد عن هذه المعاملة.